معكم محمد بن علي والنعم شيف عماني. يا هلا وماما. يا هلا يا مرحبا. شرفنا. الله يشرفك. شو مجهزنا اليوم؟ اليوم حق الفطور. الفطور هو شو؟ هي هذه الوجبة تراثية وممكن ناكلها في الفطور. هي بالعادة مثلا إذا هيك تضيف الصبح. أقول لك لا تقول لها وش ناكلها بعدين. هي تبى تعرف الأكلة شو هي. لا أنا أعرف إنك بتقول لها بس أنا أقول لك لا تقول لها. لا ترى لازم أعرف شيء من اليوم. أكيد مو بياي فاضي عشان بطنها. لا ما يقول حلوة عمانية. لا اليوم ماشي حلوة. أوكي مرة الجاية. مرة الجاية إن شاء الله. لكن هذه الأكلة القلية العمانية طبعا ما لها مناسبة معينة بس تمام. إذا هيك ضيف أول الصباح زين ما بتسوي مثلا نسوي له مثلا هذه قلية اللحم. ممكن ناكل هي عبارة عن لحم. هي لحم قطع لحم تنطبخ مع البهارات العمانية والثوم. يا سلام. بس بهارات عمانية أو شيء تثور بعدين تحطها للبهارات والثوم وتخليها ينطبخ على ساعة ساعة ونص نار هادية. بس حتى تطورنا قصرنا المسافة قدور ضغط ورب شيء يعني كذا نص ساعة تطور اللي أخذنا زين وجاهز الطبخة. بس الشيء المضاف الزيادة ممكن ناكله إياه بالعسل. يعني اللحم تأكله بالعسل تكون طبعا تحت الخبز الرخال اللي هو مع الخبز مش مع العيش. هي. مع زين. الخبز ممكن تأكلها مع عيش لكن المتعارف عليها مع الخبز. مع الخبز مع الخبز خبز رقاق. الخبز رقاق يعني ما مع اللحم العسل عاد لا حطيه في علبة. ليش مريم؟ على راحتك. لأن أنا ما متعود أجرب شيء جديد. جرب شيء جديد. اللحم بالعسل. لا ما عليه. لكن هو لا بالعادة على يعني تحطه في مله على الرغبة الواحد اللي بيجرب يجرب اللي بيغامر شوية. أبوي عندنا مجربة تغامر هذه بالأكل. لا يعني تتحب تجرب أشياء جديدة الغريبة. أنا الصراحة اللي أشوف اللي يأكل كل شيء هذا شخص يريحك نسبيا بالنسبة لنا إحنا اللي نطبخ. زين. اللي يقول لك ما باكل سمك ما باكل دياي ما باكل لحم. صح شخص متعب. شخص متعب. أنا ما تأكل اللحم؟ يعني ما البلد بس. تحب السمك؟ أكثر شيء. أنا حتى دياي بعد ما له هناك أطرب لي بس يعني. اما ما شاء الله زينب تحب تجارب عندها هي. لا زين يعطيك العافيه. الله يعافيك. يلا الحين دورك مريم خبري شيف محمد شو مجهزه حق اليوم. انا اليوم بحط الادر كان هو جاب لنا اللحم وجاب لنا انا الحلو. حلو. يا سلام. يقول لكم بعد الاكل تبي تحلى. اي لازم تحليه. انا الفرن بسوي. الاولين كانوا يسووها عاد العيش يغسلوه طبعا ويخلوه برا في الشمس وبعدين يطحنوه. أيوة. عشان يسووا هاي الأكلة اللي هي توتي جاهزة مطحونة. لا أنا جاهزة يا بنت العيش من القادة وسويته. فهي نفس الشيء هو عيش يعني عيش مريم. لا هو عيش يعني هو يعني الأولين كانوا يطحنوا يعني يغسلوا العيش ويبسوا ويطحنوا وبعدين يسووا. الحين مين بجاهز؟ الحين ترى السميد هذا الحين كل شيء دخلوا في يكون بديل للعيش مريم السميد. إيه واليوم أنا ما واضح أنت عارفة يعني اليوم أنا شو ما في عشان كده أشياء سريعة جبتها يعني. فاليوم بتسوي بشو بالسمين؟ إيش هو عاد الحين؟ يلا. أجيب القدر. شوف أنت في عمان تطبخون الفرني نفس الشيء؟ هي تقريبا نفس الشيء. نفس الشيء نفس المقادير نفس الطريقة. بس ترى في وايد أشياء تضاف عليها وقام يطوروها ويسووا أول ماشي يعني كريمة الطبخ أول ماشي ما تحطها فيها. أيوة. الحين يحط عليها كريمة الطبخ. إيه. ماشي. دلعوها وايد. وبعد شو زادوا عليها؟ كريمة الطبخ حد يسويها بعد بالقشطة. يعني في وايد مكونات بس القديمة ما في هذه الإضافات أبداً. إيه؟ أبداً. بس عيش مطحون تستخدمه ولا شيء ثاني؟ لا بس عيش مطحون. الحين هذا الماء لا تأكله بعدين عشان الطحف. وهذا شو اسمه هذا سمينت وش أنا اللي بسويه. إيه السمينت أوكي. إنزين. يعني اليوم مريم ما كان عندها وقت وما تبي تتأخر عليك وعلى المطبخ فبدال ما تجيب عيش تطحنه يا بتسمين. وهذا السكر.